شيعوا نعش الجوادي صوت جبريل ينادي شيعوا نعش الجوادي قد قضى باب المراد قد قضى باب المراد صوت جبريل ينادي آخر مرة شباب شيعوا نعش الجوادي صوت جبريل ينادي شيعوا نعش الجوادي بطوافين بيت في الحج وودع ابن موسى حين أودع سره المكنون للابن وأفصى بطواف البيت في الحج وودع ابن موسى حين أودع سره المكنون للابن وأفصى أجل هكذا صوت الرضا دوى ودوى والجواد ابنهما اسمع وترحل سيدي عنا وتمضي وكذا الحزن تربع وكذا الحزن تربع بطواف البيت في الحج وودع ابن موسى حين أودع سره المكنون للابن وافصح اجل للموت اسمع هكذا صوت الرضا دوى ودوى والجواد لهما وترحل سيدي عنا وتمضي وكذا الحزن تربع وكذا الحزن تربع وبيت الله في الحزن يجور بحطة حطة الألم ترتب
غاية المحنة تداعى الركن والباب لهم تسمعوا الون أفاض الدمع بالنزاب وللحزن كذا معنى وبيت الله في الحزن يجر أن تأل بحطة حطة الألم ترتل غاية المحنة تداعى أفاض الدمع بالميزان وللحزن كذا معنى وللحزن كذا معنى بطواف البيت في الحج وودع ابن موسى أودع سره المكنون للإبن وافصح أجل للموت أسمع هكذا صوت الرضا دوى ودوى والجواد لهم أسمع سيدي عنا وتمضي وكذا الحزن تربى وبيت الله في الحزن يجر لن تأن بحطة تداعى الركن والباب لهم تسمع الون أفاض الدمع بالميزاب وللحزن كذا معنى وعليه الدموع صلى حيث أدلى ثم دلى وعليه الدموع صلى حيث أدلى ثم دلى حيث أدلى ثم دلى أو تهليل الرضا فوق السماء في طواف يعلن حج الوداع وعلى الجواد في أرض السماع داه بالدمع إلى ذاك الضياع وقعوا تهليل الرضا فوق السماع في طواف يعلن حج الوداع وعلى الجواد في أذن السماع ذهب الدمع إلى ذاك الضياع ذهب الدمع إلى ذاك الضياع بحزنه صار يقاسي بين آهات وابتلاءات وثقله مثل الرواسي بين آهات وابتلاءات من صغر
تهليل الرضا فوق السماع في طواف يعلن حج الوداع وعلى الجواد في أذن السماع تاهب الدمع إلى ذاك الضياع بحزنه صار يقاسي بين آهات وابتلاءات وثقله مثل الرواسي بين آهات وابتلاءات من صغره بين المآسي بين آهات وابتلاءات وشاهد الرضا يقاسي بين آهات وابتلاء بين آهات وابتلاء وبين السم والموت رأى والده يقضي وعاش الهم بالهم وبين الظلم والرفض حياة مثل ما الأسروب وللجبار كم يفضي ورغم الظلم والجبت بصبر دربه يمضي بصبر دربه يمضي ويروي صاحبه عطفا وحتى خصمه يرضي ولم يجنو إلى الذلة وصار جنتي أرضي ولم يجنو إلى الذلة وصار جنتي أرضي الجواد رغم عيش الظلم ما بين خبس للهدي كان فيض آيات الجواد في سماء العلم ضوى مثل نجمات الجواد وإلى الشرع رفعه الدين رايات وبين السم والموت رأى والده يقضي وعاش الهم بالهم وبين الظلم والرفض حياة مثل ما الأسروب وللجبار كم يفضي ورغم الظلم والجبت بصبر دربه يمضي بصبر دربه يمضي ولم يجنو إلى الذلة وصار جنتي أرضي ويروي صاحبه عطفا وحتى خصمه يرضي وحتى خصمه يرضي الجواد رغم عيش الظلم ما بين الظلامات الجواد قبس للهدي كان فيض آيا الجواد في سماء العلم ضوى مثل نجمات الجواد وإلى الشرع رفعه الدين رايات وبين السم والموت رأى والده يقضي وعاش الهم بالهم وبين الظلم والرفض حياة مثل ما الأسرى وللجبار
جبار.